انه تبدا اليوم دائما بحلمك ومشروعك اللي بيحمل فكره وبصمه. الامر ممكن يتطلب فكره صغيره ومهاره وموهبه وايضا طموح، والاهم هي كيف نوصل نحن للنجاح. هذا الشيء اللي امتلكته اليوم ضيفتنا بفن مهاره مميزه، وخاصه بصنع الحلويات المنزليه وبنكهات مبتكره وجديده. انطلقت بفكرة مشروع الصغير يلي رح نتعرف عليه أكثر مع نيفين الكردي. سعد صباحك نيفين. صباح الخير. كل عام وأنت بخير. أنت بخير، ينعاد عليكم. معك سلمى. أكيد سالي، صباح الخير لكل مشاهدينا عن جديد. مثل ما قالت سالي، هي فكرة صغيرة ولكن هي الفكرة كان لها مغزى كثير كبير. هو مو مجرد بس إنه نحن عم نعمل قطعة حلو بسيطة فينا ناكلها، لا، هو مشروع استطاعت من خلاله إنه هي تحط أفكارها وإنه هي تنتج وتصبح امرأة منتجة بمجتمع طبعا يتطلب منا بهذا الوقت كثير من العمل والجهد، حتى لو كنا ستات بيوت. صحيح. مو شرط نكون قاعدين بالبيت معناته ما بنقدر نعمل شيء او ما بنقدر نعمل مشروع. الله اعطانا موهبة بالفطرة السيدات. صحيح. بنحب الطبخ، بنحب الاكل. صحيح. بنحب اللقمة الطيبة. فكانت معنا اليوم رح نتعرف اكيد من ضيفتنا نيفين الكردي على كثير من الشغلات. انا محظوظه اليوم سالي اني انا قاعده على الطاوله، رح اكل اكثر منك، رح ادوق اكثر منك، ورح اتعرف اكيد على المشروع وتفاصيله. اهلا وسهلا فيكي وكل عيد وانت بخير. بخير، ينعاد عليك بالصحه. بالبدايه مثل ما شايفين قدامنا انواع متعدده. صحيح. من الحلويات، الشوكولا، فواكه مجففه بالشوكولا. صحيح. معمول ستيك، هدول اللي هلا صار شوكليت ستيك اللي هلا صارت موضه. تمام. نعملهم مع الحليب الاسبريسو. صحيح. كله زياده سعرات حراريه. وين عين الدكتوره لما تشوفها يا سالي اللي كانت معنا قبل شوي وعم نحكي لا حصه مزبوط. كنا عم نحكي قبل شوي عن الشغلات، بس هلا هي فكره مميزه انه مو كانت عم تقول اعملوا شيء بقلب البيت. وعم خلينا نتعرف كيف فينا نشتغل هي الشغلات. بتوقع هي تأيد نقطة انه نحن كل شيء عنا يا بالعسل. يعني عنا الفكرة الجديدة بحلوياتنا انه هي كلياتها بالعسل، معجونة بالعسل، عسل طبيعي صافي 100%. هلا المعمول عنا الشوكولا محشي بالعسل، المشمش مجفف محشي بالعسل، طابات العسل مع المكسرات. يعني بالمجمل كل شيء بالعسل الطبيعي. نعم. ما في شيء انه في شيء مثلا سكر او توابع السكر، فهو فينا نعتبره صحي شوي نوعا ما. صحيح. يعني صحيح. مثل ما قالت سلمى انه كانت دكتوره عم تحكي من شوي انه عملوا شغلات بالبيت، فهي طيبه وبالبيت ومغري حتى للطفل. حتى مو طيبه، طيبه كثير. يعني انا مو للنوع من الترويج، بس هي طعمتها طيبه. انت عاجنه بالعسل وعم تاكلي عسل، اللي معه مريض سكر في ياكل منها طبعا بشكل منطقي. هلا هي شو حساسيه من السكر في ياكل منها؟ يعني هي فعلا خليني صحية. انا بس بدي بينهم شوي على الكاميرا لحتى بسكويت معجون بالعسل واللوتس ومغطس بالشوكولا. بتحبي هيك سالي؟ كله طيب. هذا كله طيب. هي بدي ضيفها لسالي. طبعا اكيد. هلا انا ما رح اقدر امنع نفسي اني اكل وانت عم تحكي، بس كمان مشان سالي. يسلموا سلمى. يعني عن جد بدنا تسلم الايادي اللي عملتها هيدا. هي القطعة يمكن عم تطلع نحن معنا على الشاشة، معجونة بالعسل. هي عسل ولوتس وبسكويت، بسكويت معجون بالعسل واللوتس ومغطس بالشوكولا. كمان هون معي كمان. الفواكه مجففة، يعني مشمش مجفف محشي عسل ومغطس بالشوكولا. بدي لهم فوائد. يعني اليوم نحن عم نقول أي حدا فينا بيحب صحة وهنا يا سالي. كيف طيب؟ أي حدا فينا بيحب دائما ياكل شغلات مثل هاي الفواكه المجففة، وهلا صارت ترند انه انت تعملي شيء مع الشوكولا. شوكولا. تمام. فكيف صحيح. اذا هي الشوكولا شغل البيت، فيني احكي شوي هيك عن المكونات سريعا كيف بتعمليها لحتى اللي عم يتفرج يعرف انه فينا نعملها بالبيت، مو شرط نروح ناخذها باسعار صحيح. غاليه. صحيح. هلا كحلويات مجففه فيك انا بفرغها من البزر وبحشيها عسل. وممكن احشيها مكسرات اذا حبيت، يعني انت شو حابه. وبتسكريها وبترجعي بتغطسيها بالشوكولا، بتحطيها شوي بالبراد بعدين تاكليها. يعني ما فيها شيء طبعا. هذا راس الهرم، هذا يعني هذا اللي بلشت منه انا صراحه. هذا اول منتج. هذا اول منتج معمول طبعا. هو اساسا صوفي لاميل هي بلشت قال المخرج وانا عم بحكي عم بيقول لي لا تطعمي سالي كل الاكلات، خلينا شيء. هلا عم بقول سالي ما اكلت غير اصغر قطعه، انا اخترت لها اصغر قطعه بس رهيبه تاكلها. لسه في شغلات كثير تتاكل، رح ندوقه رح ندوقه. اكيد 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 كله. يعني خلص طمنت. هلا اخذنا وعد رح ندوق كل
شيء ما تخاف، خلينا بس نفرج العالم. هلا المعمول محشي عسل ومعجون بالعسل، يعني العجينه معجونه بالعسل ومحشي بالعسل. هلا الفكره انه هذا براند جديد، يعني الاول مو بعالم الحلويات كليا ما حدا عامل شيء بالعسل، بيعجنوا بالعسل. يعني انا عامل هلا انا بالعاده بسمع بالراحه، معمول بالراحه، لا لا لا. معمول بالنانرج، معمول بالهدول، هلا صاروا كمان رائجين، في ناس كثير بترغبهم، انه مو بس تقليدي اللي هو جوز وفستق وعجوه، لا في صار بالراحه وحتى بالمكسرات بالفواكه، ولكن بالعسل جديده. هي جديد طبعا، هو مو جديد، هو جديد. هي كمان لمرضى السكر مثل ما ذكرتيني بين، يعني دائما هن اكثر عالم عن جد بيشتهوا الحلو، بيشتهوا ياكلوا فعلا، بياكلوا طبعا بشيء قدر بسيط، لانه مريض السكر اساسا ما بيقدر ياكل طحين كثير. العجينه بتعطي سره لحدا؟ لا هي مو بالعجينه، هي خليها مو بالعجينه يميزها، الحشوه هي الاساس يعني. هلا كمان هون لوحه قدامي، ايه؟ لوحه فنيه بالشوكولا، اشكال الوان قلوب ووردات، خلينا نحكي شو المكونات. احكي لك هلا، هذا محشي عسل ساده، عندك هون لوتس، هون هانش، هون تشيز كيك، هون سنيكرز بس بدل الكراميل عسل، عندنا هون غزله، عندنا هون مارشميلو، هون كيت كات، هذا جديد يعني هذا جديد اول مره يطلع معكم، نوتيلا، نانرج، وعندنا هون كندر بوينو. بدي تسامحني دكتوره لما بدي ذوق من كل شيء اكيد اكيد صح والف هنا واضرب بعرض الحائط كل النصائح اللي سمعناها قبل شوي على الهواء. لا يقاوم شغله، اكيد لا يقاوم. هي قلنا هلا كمان للي عنده اولاد وكثير كثير بينبسطوا عليها، بيعذبهم بشرب الحليب احيانا، كثير بينبسطوا حتى يعني بتسلوا هيك، بيدوبوها بحسوا حالهم انجزوا، بيشربوا بينبسطوا كثير الاطفال على هيك قصص. يعني هي جاهزه للتدويب فورا؟ ايه بتذوبيها بقلب الشوكولا بالحليب او بالاسبريسو. معلش نعرف نيفين منك، ليش سميتي مشروعك صوفي بنتك؟ صوفي لاميال؟ لا والدتي الله يحميها. الله يخليكي، والدتي هي صوفي، هي مدام صوفي، هي صاحبه الاساس، هي اللي علمتك، هي صاحبه المنتج، بتعمله من اكثر من 30 سنه، قلت لك هو قديم جديد. تحيه لها. الله يسلمك، هي بتعمله من اكثر من 30 سنه، ماما بتساويه بحب، بتحبه كثير المعمول بعسل، بس انا اجتني الفكره انه ليش هذا المنتج ما يطلع للعالم؟ حرام يعني، العالم كلها تجي لعنا بس مشان تذوق المعمول، يعني بالعيد كثير العالم بتنبسط. معمول محشي عسل ومحشي كاجو، كاجو مو محمص، يعني كله صحي وطيب، يعني كثير ما عم تاكلي شيء والله انه هلا عاده الاكلات الصحيه بتكون شو طعمتها شوي ما كثير يعني مستساغة، بس لا هذا طيب وفيكي تاكليه وانت مبسوطه، ويعني انه طعمته طيبه. هي الفكره الاحلى انه انت نقلتي لنا كل شيء من ست الوالده، وهلا هذا انت استمرار لها اكيد بالحياه. اولادك اكيد بعدك بيكونوا استمرار، وهي الفكره كنا عم نحكي عنها يمكن بدايه الحديث. نحن اليوم عم نستضيف سيده عم تشتغل مشروع هو شيء متوارث بعاداتنا وتقاليدنا، انه نحن نتعلم نتعلم بشغل البيت ونورثه هذا الشيء. صحيح. بأفكار كتير متعددة، مو بس الهاند ميد بيتورث، حتى الأكل بنعمل طريقة. قد ايه بتشوفي هذا المشروع غير من حياتك؟ كتير. أنا كان عملي مكتبي مثل أي حدا خريج بزنس وعم بيشتغل وكذا، بس قررت آخر شيء قلت أنا لازم أعمل شيء بصمته إلي أنا كنيفين، إنه أنا عم بشتغل وعم بتعب، لا أنا لازم أعمل شيء بصمة تكون إلي. ضليتني تقريبا سنه ونص وانا عم بحاول انه لاقي الفكره، وطلعت الفكره فجاه، انطلقت من بازار الوان سوريه، بتشكر داعم الاساسي فيه المدام رنا طباع، انا بتشكرها جدا يعني من ارقى الاشخاص، كانت داعمه الي، تشجعني تقول لي برافو ساوي كذا، يعني كثير كانت شخص كثير ايجابي، تعطيكي طاقة بالبازار أثناء البازار، وأنا بقول لهم بازار ألوان سورية لو صرت عندي 100 فرع ما بتركه، لأنه هذا من أروع البازارات، بتحسي حالك مرتاحة ومبسوطة بكل بالتيم تبعه، بالناس، بمدام رنا. مدام رنا شخص كتير إيجابي مع الأفراد، بتحسك أنه هي أختك، عيلتك، يعني عرفتي؟ ذكرتي نقطة مهمة، الله يطول بعمرها والدتك، بتشتغل بحب. إيه؟ فبس حدا يشتغل شغله بحبه بتطلع ظريفه، صحيح بتطلع طيبه، بتطلع شغله حلوه. صحيح. غير وقت واحد بيشتغل انه بلا نفس، خلينا نقول، صحيح انه بس انه بده يعمل صواني،
تماما. هم بيقولوا لك الاكل نفس، نفس شو هو؟ هو الحب، هو انك انت عم تشتغلي ومن قلبك يعني بتعطي كل طاقتك بهالشيء اللي انت عم تعمليه. صدقا انه بتعدي بتكوني ساعات ما بتحسي فيهم، بعد ما تلاقي النتيجه حلوه بتحسي يا الله كتافي عم بيجعوني، لا بس نتيجه انه هذا تعب، انه بتنبسطي لما بتلاقي النتيجه ما بتعدي تحسي باي تعب. حلو هذا الشيء، يعني هذا الشيء الحلو يمكن سالي. واليوم هيك نحن اضاءنا شوي على مشروع مثل ما بقول هيك، دائما سيدات سوريات خلاقات ما بيتركوا شيء، ما بيعملوا منه شيء مختلف. بنشوف على التلفزيونات او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف كثير ناس بتفتخر هيك انه انا بعمل هي الاكله وبنزل هي الاكله وبتعمل، وبصيروا مثل مو معروفين بلغه المواقع التواصل الاجتماعي بلوجر، انه هي بلوجر، وبصيروا انه هي بتروج لاكلاتها، وبصير مثل ما بنعرف الغايه منها احيانا تكون كثير ماديه. نحن هلا لا، نحن عم نحكي عن مشروع كثير مهم اللي هو انا اقدر اكسب وساعد نفسي وبنفس الوقت اني انا اكون عم بعمل شيء بحبه. هلا الفكره اقول لك شغله، انا لما بلشت انك انت لما بدك تشتغلي شيء وتروجي له بده يكون بدك تدرسي العالم، هل العالم بحتاجته بدها اياه، تقدر تاخده بيلبي احتياجات العالم، وهذا اللي كان بصوفي لاميل. هي التفاصيل تماماً. حتى السعر لانه هذا شيء كثير مهم حاليا، لانه اساسا المواد الاوليه هي غاليه بوقتنا الحالي، والعالم جدا العسل غالي. تماما غالي، والعالم يعني بحاجه انك تعطيها شيء طيب بس بسعر مناسب. نعم. مقبول. نعم. تمام. فالفكره انه انا فكرت انه نحن يعني بوضع بالوقت الحالي انه لا، انه لازم اعمل لهم شيء طيب، شيء بكواليتي منيحه العالم تحبه، بس كله بالكونسبت تبع العسل ما بعد عنه. انا حسيت انه لازم اعمل شيء مختلف، العالم كله كله بصمه مختلفه، شيء جديد. هو موضوع الحلويات بالعسل هو شيء جديد كليا بعالم الحلويات، ما حدا عامله لسه. هلا هون عنا لا طبعا، بس انه جدا برا بيعجنوا بالعسل، ما حدا حشى بالعسل. انا عملت سيرتش ودورت، بلكي نحن بتكبر مشروعك بتصيري بتصدري لهم عالمي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله امين. يعني الفكره موجوده، يعني ان شاء الله عم بينطلع بشكل كامل يعني الحمد لله لبرا وهيك. بس انت شو عم تعملي؟ عم تعملي شيء جديد غريب ما حدا عم بيعرفه، وانا عم بحاول دائما انه كل فتره يكون في شيء جديد. اكيد. نعم، يعني نيفين بدنا نتشكرك اليوم، بدنا نتشكر حضورك ووجودك. يعني عن جد دائما يلي ببلش هيك بيقولوا الخطوه، بيقولوا الالف ميل بتبدا بميل، يعني صح دائما فعلا. الانسان بيبدا بشغله صغيره وبتكبر معه، كيف اذا كانت ناجحه فاكيد رح تستمر. كل التوفيق والنجاح. وبدي ارجع وجه تحيه لوالدتك، وبدي اتشكرها ايضا على هالنفس الطيب اللي نقلت لك يا لك. يعني الله يخليك، تسلمي، اكيد بتشرف. شكرا. شكرا لك نيفين، وتحيه اكيد لست صوفي. ميرسي. وبنتمنى هذا المشروع يكبر ويكبر ويكون في عندنا شيء انتاج سوري متميز نروج له عبر العالم. صحيح. شكرا لك. شكرا كلك ذوق حبيبتي. شكرا لك.